بسم الله الرحمن الرحيم. طلع واحد من المذيعين بيقول بان عايزين نسوي بين الذكر والانثى في الميراث في كل الاحوال. انتوا عارفين ان في احوال كده كده الذكر زي الانثى في الميراث، زي الاخوة الام. الاخوة الام ما بيقاش لو متبقي او بياخدوا نصيبهم، وعندنا إخوة الأم ذكور وإناث بنقسم بينهم النسبة بتاعتهم، مش 2 إلى 1، 1 إلى 1، ده على سبيل المثال. لكن هو بيقول لا، احنا عايزين في كل الأحوال البنت تاخد زي الولد أو الذكر ياخد زي الأنثى. بيقول أنا ماليش دعوة بالنص، النص مقدس وعلى دماغي من فوق، النص ده يعني شيء عظيم جدا، للذكر مثل حظ الأنثيين. بس أنا بقول نعمل قانون يلغي العمل او يعطل العمل بالنص لانه صار غير مناسب لهذا المجتمع وهذا الزمن. طبعا كلامه ده يا جماعه في منتهى الفساد، لانه كانه بيقول ان القران ده يعني بركه نبوسه كده تمام بس كده، لكن لا يعمل به. القران ده حاجه كده بركه، لكن يطبق احكام القران في المجتمع او بعض احكام القران في المجتمع؟ لا، ما دام مش على هوى المجتمع. والقرآن جاء ليحكم لا ليحكم، مش نشوف رغبات المجتمع ونقول لا نقبل او ما نقبلش. المجتمع قابل او مش قابل، ده حكم ربنا عز وجل لابد ان ينفذ وان يتم. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ما دام ربنا اللي خلق هذا الكون هو اللي يجري فيه احكامه وهو اللي يشرع سبحانه وتعالى، وانه ما ينفعش حد يضاد احكام ربنا عز وجل. الكلام ده ان انا اقول ان الايه دي او الحكم ده غير مناسب دلوقتي او غير صالح لهذا الزمان، الكلام ده في حد ذاته كفر بالله عز وجل. مش بنحكم على حد، احنا بنتكلم في مبدا القول ده اللي يقول ان الاسلام غير صالح او بعض احكام الاسلام غير صالحه للتطبيق في هذا الزمان. هذا كلام مناقض للإسلام، من نواقض الإسلام، لأن المسلم يتحاكم إلى القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم تسلم لأمر الله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إحنا مأمورين إن إحنا نكفر بأي حكم غير حكم ربنا عز وجل، لا نلجأ لأحكام غير الله ولا قوانين بعيدة عن أحكام الإسلام، لأننا نتحاكم إلى حكم الله عز وجل. فلنا أقول حكم مبين في القرآن ده، الحكم ده بركة، لكن ما نوش وجود عملي في المجتمع، الكلام ده مناقض لمعنى الإسلام. الإسلام الناس كلها تنطوي أو تنضوي تحت حكم الإسلام. الإسلام هو الذي يقيم أحكامه على الناس، مش تبقى آية في القرآن وأقول أعمل بيها وما أعملش، أو أعمل قانون أخلي القانون أقوى من حكم ربنا. ده كلام في منتهى البطلان. يبقى مش معنى لا أوقر قرآن جميل وحطه كده في زينة في سيارة أو حطه لوحة في البيت عندي، لكن أحكامه فين؟ مفيش أحكام تطبق. وأقول أنا من حقي، خلي بالك بقى من الفرق ده، من حقي اللي أنا ألغي العمل بيه، ده كلام في منتهى الخطورة. إنما ممكن أقول إيه، أنا كراجل كده ضعيف الإيمان، أنا مش هورث أختي أو أنا هخلي أختي تاخد زيي، بس أنا معترف بتقصيري وخطأي، ده يكون معصية. إنما أقول لا ألغي الحكم لأن الحكم غير صالح، ده والعياذ بالله من نواقض الإسلام. فالإنسان المسلم يعلم أنه مطالب بتطبيق أحكام القرآن في كل حياته، وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. وليقول أن الأحكام الإسلام غير مناسبة لهذا العصر، دي من نواقض الإسلام التي تخرج الإسلام المسلم عن الملة. فلا بد من الاستسلام والإذعان لأوامر الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.